أنا اسمي أحمد الزهر وأنا عمري 7 سنين وأنا من سوريا. ألمانيا عجبتني كتير وفيها ملاعب مفتوحة للكل. أنا من بلعب كرة قدم عم بنبسط كتير كتير، والطابة هي يعني بحب الطابة كتير أنا. وأنا بلعب طابة عم فكر كتير برفقاتي بسوريا. يعني نحن ما بنوقف بالطابة نهائياً. أنا انتبهت على ابني إنه عنده موهبة كرة القدم لما صار عمره 2 سنين تقريبا. هو نزل عرض الملعب كان عمره 1 سنة، بعدين بعد ما صار عمره 2 سنين وصار شوي يعني يلعب بالكرة مزبوط. هلا لما انتبهت أنا إنه ابني عنده موهبة أنا كرست حياتي كلها لإله. لما بلشت الحرب بسوريا مثل ما قلت لك اختلفت الحياة كلياتها. يعني الرياضة ما عاد إلها مستقبل بسوريا، هيك اللي حسيته انا. وانا حلمي انه حلمي كله رياضي يعني، فقررت اني اترك سوريا مشان الموضوع هذا. انا تركت سوريا لانه مشان مستقبل ابني. بالمانيا بدك تعتبر انه حياه جديده، يعني بدك ترجع تتاقلم فيها وتبني فيها من اول وجديد حياتك. ايه انا مشتاق لسوريا كثير. سوريا يعني اللي ما عاش بسوريا ما بيعرف شو معنى كلمة سوريا. سوريا أم الدنيا سوريا. إيه أنا زعلان لأنه ابني عم يربى بلاد سوريا، لأنه سوريا كتير بلد حلو. بس اللي بيعزيني بهالموضوع هذا على إنه موهبته عم تنمى بطريقة علمية واضحة وباينة. أنا مهمتي بالحياة تكون حارس على أحمد. بالنسبة لتدريب أحمد بشكل يومي عم يتدرب هو من بعد الظهر. وأحمد موهوب يعني بيعطيه الكرة يتدرب لحاله، بيعرف شو بده يشتغل. هلا حلمي لأحمد إنه يوصل لعالمية، يدخل على أكاديمية عالمية تنمي له موهبته وتعطيه التمارين اللي بتناسب موهبته. بتوقع إنه ألمانيا قادرة تحقق له هالشيء هذا.